أهلا يا حلوين ويا حلوات، أمسيكم بالخير والعافية. من الطرف اللي دائما تصير وياي بالسفر إنه أني لازم أنسى حاجة، حلو؟ فبهاي السفرة شو ناسية؟ الشسوار والفرج والمشط، ولا مشط ولا شسوار. زين إنه أفكر، إي زوجي أكيد جايب مشط. قعدت له كان يقول لي مشط شو أسوي بيه؟ هو زين يعني أصلا ما يحتاج. فيلا عادي مو مشكلة، فلأنه ما مسوية شعري لبست عباية، اي ثينك تلوق لي العباية أكثر. شوفوا هذه لبستها، حلوة جميلة وأنيقة، وراح أتبخر وياكم. هذا البخور كلش حبيته، عطتني اياه سهير، حطه وياي هو والمبخرة. من جايبتهم الله أعلم، بس حلوين يجننون بالسفر. فتشي مطالع والله، تخيلوا ولا مشط ولا فرشة ولا شسوار، كل شيء كل شيء. هي العلبة كاملة تخيلوا، نسيتها. وهاي مو أول مرة تصير وياي، لازم بكل سفرة، أعتقد كل البنات بكل سفرة أنسالي حاجة مهمة يعني وأساسية. زين شلون أمشط وشلون أشسور؟ مشكلة. الفندق يجنن اللي قاعدة بيه، بعدين أحكي لكم عنه. من الفنادق اللي فاتحة من شهرين بالرياض جديدة، وإن شاء الله أعتقد كافي بخور. بخرت الرياض كلها، ما بخرت بس روحي، بس هو لطيف وجميل ويفحفح وحلو. المهم دا أحكي لكم على الفندق اللي أنا بيه. طبعا عندي ديل وياهم ويا الإدارة، راح أسوي لكم تغطية كلش حلوة عليه. من الفنادق اللي صار لها شهرين فاتحة بالرياض جديدة، بأحلى منطقة بالعاصمة اللي هي العليا. منطقة العليا كلش حلوة، كل شيء قريب يومكم، كل شيء حلو صراحة. السويت القاعدة بي كأنه قاعدة بالسويت أو بالشقة مالتنا اللي بالبوابة، ما شفت أي فرق، كلش مرتاحين. هلا 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 هلا، اجتي من يمك، ناسي يعني المشط والهاي. أنا مود ألبس عباية مو؟ فهد من الناس اللي يحبني بالعباية، هو وأمه، حتى أمه تحبني ألبس عباية، تقول لي تلوق لك. ف زين، وهسه صرنا جاهزين ومتبخرين ومتعطرين وكاشخين ونقدر نروح. طبعا عيني صار بيها تحسست من البخور، نقدر نروح. بس انا قبلها صورت لكم فيديو للفاونديشن، يا اما سيفته يا اما راح، بعد ما ادري، يمكن صورت الفاونديشن ما ادري. من شارمسي هذا اموت عليه، إذا عندي مثلا تصوير لفترات طويلة أبقى بيه. وبنفس الوقت الحمرة من شارمسي من أحلى أنواع الحمر اللي تمر عليكم، تعالوا نتحمر سوا يا بنات. بس باعه، أنا ما عندي مراية، دائما أقول أنتم مرايتي. عليه من الله حبيبي، على جمالك عرفت، والله عرفت. هنيالك والله، هنيالك. امك داعيه عليك، ما اخذت لك داعيت لي. شو الدعاء الداعي لك يا ايش عجب. بالعافيه عليك. اوكي، اناره تجنن بالفندق. احنا الحكي راح يشبعكم تصوير. شوفوا هاي الحمره من شارمستي، احط لكم صورتها، احط لكم اماكن المبيعات. ما تشقق، تفطر بيها من أدها وبيها مرطب. وظل وياك طول الوقت. درينا درينا حلو، دخل نحكي درينا إنه بيقول منا زين، مش قلت حلو. سأحط لكم بنات صورة إلها، أكيد راح تحبوها، واللي مجربتها تفتهم شنو أقول. ظل وياك نهار كامل وعو، حلوة كلش حلوة. وقبل لا احط لكم صوره الحمراء، بس حابه اقول شغله واحده. جديات الله لا يحرمني من هاي الناس الطيبه وهاي البنات الاخوات الاصغر مني، بناتي الاكبر مني، امهاتي. يعني شكرا 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 جزيلا على ترند القصيده باليوتيوب، ترند وان بالانستغرام صارت ترند، وتقدرون تسمعون الصوت. وهاي انا
قصيدة كنت مراهنة عليها ما تسوي شيء، ومراهنة فهد والمخرج إبراهيم، وإحنا فعلا هذه هيك اشتغلناها باليمنى، يعني ما حاطين بالنا وياها، إنه مثل ما تقولون تيست للعودة إليه. حتى إذا تلاحظون وقتها جدا قصير، بس ما كنت أدري راح تحبوها. وأنا أعرف إنه معظم العراقيين مرهفين الحس وقلوبهم ترفة، ومعظمهم مجروحين، وإحنا بلد أصلا نستلذ بالحزن، وأي شيء حزن تحبوه. بس أكيد ما راح نبقى على هذا اللاين، القادم أحلى وأجمل إذا الله راد. الجاي أنا ما أدري، قصيدة الأب جاهزة إذا تردوها فقدان الأب، وموزعها الموزع مصطفى جوني، ومحتاج بس من عندي تصوير. فإذا حبيتوا أيضا، هي حزن لأنه فقدان أب، إذا حبيتوا أنزلها، أو إذا حبيتوا أنزل لكم شيء يكون بعيد شوية عن الحزن. على كل حال أنا حبيت أقول شكرا 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 بحجم السماء، بحجم القاع، بحجم كل شيء موجود على الكرة الأرضية، لأنه ما كنت أتوقع هاي القصيدة راح تسوي شيء. ولولا مشاهداتكم ومتابعاتكم ومحبتكم إلي أنا ولا شيء. فإحنا بيكم نكبر وبمحبتكم. كل الشكرا، أحبكم.